بعد نقاش ساخن جدا بين الحكام، حكامنا صعبين ولا واحد فيهم عايز يتنازل عن موقفه، فاحنا قدام خيارين، اما يتفقوا او يعني هنضطر نحجب الجائزه للاسف 4 مليون جنيه اخدهم انا بقى وخلاص واروح. فيعني الحقيقه هنشوف دلوقتي ماذا حدث. يا ريت معانا بقى فلاش وريسيتي، اتفضلوا. بصوا يا جماعه، يعني انا كنت اتمنى ان انا اديكم الجائزه، بس هم لسه مزمزقين، يعني غيروا ارائهم بعد الجوله الاخرانيه، ف وكل واحد متمسك برايه. هتزعلوا؟ رغم ان انت كنتي 4-1، لكن رجعوا اتقسموا تاني والدنيا بقت صعبة قوي. انا زعلانة ان انا بعمل ده، بس فلاش هو اللي كسبان. فلاش، ولكن ثواني، ولكن هذا لا يعني ان انت خسران. اي فاينانس هيساعدك، واستاذ ابراهيم سرحان. استاذ ابراهيم، احنا طبعا انت قلت جملة مهمة، قصة ان انت يبقى عندك تكنولوجي بارتنر تقدر تعتمد عليه في المرحلة الاولانية، دي حاجة مهمة وانا مؤمن بيها، واحنا كلنا مؤمنين باللي انت عايز تعمله، واحنا هندعمك كاي فاينانس في الجزء المهم ده، وهنسهل لك الامور كمان مع الضرائب والحاجات دي، لانها جزء مهم جدا ان الميرشنت يبقى عارف ان انت واصل بالضرائب. يعني انت معاك اي فاينانس يا عم كبير قوي. إيه فاينانس كبيرة، وأيضا فرصة أخرى لفلاش إنه اتصل بينا سي آي بي البنك التجاري الدولي، وسيستقبلون فلاش بكرة. واو. وعندهم معاد لبارتنرشيب أو يشوفوا إذا كان ممكن استثمار ولا لا. فلاش مبروك. شكرا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.